يطلع حد تاني يقول لك احنا بنلاحظ انه في خطاب اخواني في الموضوع ودخلنا فيه مقاسيه ملهاش معنى في التعامل مع الحاله اللي احنا فضلنا. اللي فهم الموضوع صح، فهم القضيه صح، هو الرئيس السيسي. الرئيس السيسي لما اعتذر يا اخوانا الموضوع مش اعتذار، الموضوع الاعتذار ده طيب خاطرنا ماشي. طيب خاطرنا ماشي. ضمن جراحنا ماشي. ردينا اعتبارنا ماشي. لكن هو قال درس تاني لازم الشرطه المصريه تاخد بالها منه، ولازم كل المسؤولين في الحكومه المصريه يكتبوا لا. انه مش علشان انت بتأدي واجب قوي وفي مواجهه الارهاب ومواجهه الاعداء انك تنسى انك تتعامل مع الشرطه المصريه صح. دي الثقافه اللي عندنا. دي الثقافه اللي احنا بنطالب باعاده بنائها في كل اجهزه الدوله بما فيها الشرطه المصريه. الشرطه المصريه لازم يعد منها من اول وجديد. السكوت عليها هو تدمير لدور الشرطه المصريه. زي ما حدث مع القوات المسلحه في 67 عندما انهزمت بمصر تم اعاده بناء القوات المسلحه. ومحدش لحق، محدش قال احنا بنعيد بناء القوات المسلحه ليه؟ وهي اهم واعز مؤسسه من مؤسسات الدوله، وانما تم تعزيز الدوله المصريه اعاده بناء القوات المسلحه اللي النهارده او اللي امبارح حققت انتصار اكتوبر. من هزيمه 67 الى انتصار 6 اكتوبر ما تمش الا باعاده بناء القوات المسلحه. مليارات لشرطتنا المصريه عشان تحافظ على الامن وتحمي مصر من الاجرام والمجرمين وايضا تحميهم من الارهابيين الذين يتسللون ليلا نهارا للاراضي المصريه. بهذا الشكل اقول ان تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي كان تدخلا حميدا في توقيت مناسب. توقيت عبقري بتوجيه اسرع عبقري. احنا كنقابه للمحامين نعلن تحيتنا وتقديرنا وامتناننا لهذا التدخل وهذا الاعتذار وهذا التوقيت. ونقول ان دي مرحله بناء جديده وخطوه جديده لبناء الامن المصري والشرطه المصريه اللي احنا نعتز بيها ايضا واللي احنا بنقدرها واللي احنا اصحاب مصلحه في بقائها بعزه وكرامه وان احنا مدركين ان دي اخطاء فرديه ومدركين ان ما صدر من اخطاء على كثرتها وعلى مرارتها وعلى وقاحتها الا انها ايضا تصرفات فرديه لا تمثل الاغلبيه الساحقه من رجال الشرطه الذين يأدون واجبهم على احسن وجه وباحسن وفاء وبحميمية وبوطنية رفيعة في المستوى. ده شيء مش محلي مش محلي خالص. لما نطلب